أبدأ معك النقاش دكتور سالم الأبيض بسرعة. ما أبرز الانعكاسات التي عرفتها تونس بعد الثورة التي عاشتها؟ يعني هو بعد 4 سنوات الآن يبدو لي أن التقييم ليس من السهولة بمكان، عملية معقدة وصعبة حتى بالنسبة للأكاديميين، فالمشهد قد التبس كثيرا وقد اختلط. ودعني أقول أننا يجب أن نتعامل بحذر كبير حتى مع المصطلح المستخدم، وهو مصطلح الربيع العربي، فهذا المصطلح أصبح مشكوك فيه، لأن النتائج التي انتهى إليه بصورة عامة هي نتائج غير إيجابية. ولكن كانت ثورة في تونس. إذا استثنينا، نتحدث عن ثورة ولكن لا نتحدث عن الربيع العربي، لأن الربيع العربي مصطلح أطلق من مراكز البحوث الأوروبية ومن مراكز الاستخبارات الأوروبية والأمريكية، ولم يطلق من داخل الوطن العربي. وهذا الربيع قد تهاوى نهائيا وتحول إلى خريف عندما تحولت تلك الانتفاضات الشعبية أو محاولات الانتفاض الشعبي إلى حروب مدمرة في تونس أيضا لدول بأكملها. هناك استثناء هو الاستثناء التونسي، وربما عندما نقرأ هذه المسألة في تونس ونقرأها في المغرب ونقرأها في مصر، ربما هو إرث الدولة القوي الذي مكن هذه الشعوب من أن معناها نسبيا تحافظ على هذه الدول، لأن هذا الربيع بصورة عامة استهدف دول أخرى وفككها ودمرها بالكامل، وبالتالي من هذا المنطلق هو تحول إلى خريف.